يا مساء الخير والسعادة على كل مشاهدي قناة 10 وهيلثي لايف. اتفقنا كده مع بعض مفهوم الحياة الصحية، بس حلقتنا النهاردة بقى مختلفة جدا. وقلنا ومن ساعة ما قلنا الحلقة النهاردة هيبقى فيها ايه، وجالنا اتصالات كتير واسئلة كتير جدا. مين فينا ما عندوش مشاكل في العمود الفقري؟ مين فينا مش حاسس دايما بألام في الرقبة وظهري واللور باك بين زي ما معروف، او ظهري من ورا؟ مين فينا بيسمعش عن حاجة اسمها عرق النسا؟ ومين فينا ما بيخافش من فكرة عملية جراحية؟ ناس كتير جدا يقولوا عندي انزلاق، ده أنا عندي ديسك، عندي مشاكل في الرقبة، بس أنا مش هعمل عملية، خايف إن أنا أدخل ريسك أو خطورة عملية جراحية. بس ما فيش حد ما عندوش في العيلة حد بيشتكي من ألام العمود الفقري. وعلى فكرة ما بقتش في السن الكبير بس، وما بقتش مرتبطة بوزن بس، لأ ده احنا بنلاقي صغيرين وشباب عندهم مشاكل في الرقبة وفقرات الرقبة والعمود الفقري والمفاصل والركب. كل ده بقى منتشر بصورة كبيرة جدا جدا. بس الأحسن بقى من ده كله طرق العلاج الحديثة، ما بقتش بس عمليات جراحية، لأ ده بقى في حاجة اسمها تدخلات محدودة. يعني العيان أو المريض بيتعالج من مشاكل العمود الفقري والمفاصل والركب والرقبة من غير عملية جراحية، من غير فتح جراحي ودخول العملية الكبيرة. بقى في حاجة اسمها تدخلات محدودة. التدخلات المحدودة دي أكيد برضو كلنا نسمع عنها، تردد حراري، حقن بلازما، أكسجين نشط. في طرق كتيرة جدا جدا للتدخلات المحدودة بتساعدنا في التخلص من آلام المفاصل، وكمان مش التخلص منها بس، لأ علاجها، وإن احنا نبقى أفضل من غير ما ناخد ريسك عملية جراحية. كل ده بقى النهاردة هنرد عليه في حلقتنا من هيلثي لايف، ومنورنا ضيفنا النهاردة. هنرد بقى على كل الأسئلة اللي انتوا بعتوها لنا على السوشيال ميديا. معانا النهاردة ضيفنا أستاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري أول علاج آلام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحة. دكتور ازي حضرتك؟ أنا سلام يا فندم، ازي حضرتك؟ الحمد لله منورنا. موضوع شائك وموضوع موجود في كل البيوت، مين ما عندوش مشاكل في العمود الفقري والرقبة والركب والمفاصل وبيخافوا جدا من فكرة عملية جراحية. تقدر بقى حضرتك كده بمنتهى البساطة نقول لهم يعني إيه تدخلات محدودة، أو يعني إيه علاج آلام المفاصل بدون جراحة؟ تمام، إحنا عندنا علاج الآلام سواء في المفاصل أو العمود الفقري أو أي آلام في الجسم بتبدأ بعلاج تحفظي. العلاج التحفظي ده عبارة عن أدوية بنديها للمريض وبنشوف الاستجابة بتاعته. في بعض جزء كبير من المرضى بيستجيبوا، تمام، وجزء ما بيستجيبش. كنا زمان الجزء اللي ما بيستجيبش بنلجأ للعملية الجراحية. الحقيقة دلوقتي احنا لقينا ان في حاجة ميدوي بين الاتنين، عبارة عن تداخلات محدودة اسمها علاج الألم التداخلي. بنخش بإبر رفيعة عن طريق جهاز السونار أو الأشعة اللي هي القوسية جوه غرفة العمليات، أو أحيانا في العيادة لو حاجة بسيطة بنشوف المشكلة فين، وبنبدأ نخش بإبرة رفيعة جدا، إبرة بحجم سرنجة الإنسولين، سن الإنسولين، بنخش لحد المنطقة اللي فيها مشكلة، ونبدأ نحقن المواد اللي احنا بنحقنها، سواء بقى كنا بنحقنها الأول في العملية أو بنفتح ونسلك عليها، بنحقنها جنب العصب اللي فيه مشكلة أو جنب المفصل اللي فيه مشكلة، بحيث إن الألم يبدأ يزول. يتحكم في الألم بقى. بالظبط، بحيث إن الألم يبدأ يزول. الحقيقة دي لو بدأناها في مرحلة مبكرة سواء في الخشونة أو في العمود الفقري بيبدأ يجيب نتائج كويسة، وبيبقى جزء من العلاج. لأن دايما بنتسائل هل التداخل ده مجرد حاجة بتضيع الألم بس، لكن لسه هسأل حضرتك، لكن المشكلة لسه موجودة؟ لا، الحقيقة لو احنا بدأنا الموضوع ده من الأول بتبقى عبارة عن علاج للحالة. إيه المرحلة اللي العيان يجي لك فيها؟ يعني لما يحس بإيه؟ لما يحس بألم، أول ما يحس بألم لازم يجي على طول. بالزبط. يعمل الأشعاعات بتاعته ويجي يتوجه لنا. بنشوف ممكن تكون حاجه بسيطه جدا، ولو المريض سكت عليها تتطور معاه، زي ما كنا بنتكلم كده فعلا ان ممكن الحاله تتدهور. بالظبط بالظبط. ممكن في الاول تبقى مثلا مشكله في العضلات، مشكله بسيطه جدا لو المريض يعني اخد ادويه زي ما احنا قلنا اللي هو العلاج اللي هو التحفظي ده هتتحسن. مجرد ان المريض يصبر ويسكت عليها او ياخد مسكنات، والحقيقه المسكنات دي اخطر حاجه، لان احنا يعني هدفنا ان احنا نقلل من المسكنات على قد ما نقدر بالنسبه للمريض، لان المسكنات دي فيها مشاكل كتير جدا، بتاثر على الكلى، بتاثر على الكبد، بتاثر على الجهاز الهضمي، على المعده. تلاقي دايما يقول لك انا من كتر المسكنات معدتي وجعتني ما بقتش قادر. بتعمل قرح وبتعمل نزيف داخلي، يعني بتعمل مشاكل كبيره جدا جدا يعني. فالافضل ان احنا نلجا للطبيب، بنحاول نحل المشكله.
الحقيقه لقينا ان 70% من الحالات ما بتحتاجش ان هي تلجا لجراحه بعد كده، علشان على حسب كمان الدرجه اللي هو جال حضرتك فيها. بالظبط. انا بالزبط. دايما بحب انوه على ايه، او دايما بحب اكد على ايه، طريق العلاج هو ملوش ثالث، يعني بروح العياده او المستشفى للطبيب والعلاج بيجي من الصيدليه. اما بقى اي حاجات تانيه، سوشيال ميديا، اي اجتهادات، دي بتدهور الحاله، علشان ده اللي احنا عايزين نعمل عليه تركيز النهارده. اول ما احس بالم ما اخدش من نفسي علاج، ما اروحش اشتري علاج من الصيدليه، ما اقعدش اكون في مسكنات تترسب فعلا في الكلى وتعمل مشاكل في الكبد والجهاز الهضمي. لا، هو طريق العلاج معروف، هو طريق الدكتور، وبالتدخلات المحدوده اللي حضرتك بتقولها ده سهلت الطريق جدا. بالظبط بالظبط كده. وزي ما حضرتك بتقولي، احنا هو مش يعني الطب مش مجرد ان انا بعالج مريض في التليفون او ان انا بشوف اشعاعات وبعالجه على الاشعاعات. لا، احنا لازم نكشف على المريض ونشوف القصة المرضية بتاعة المريض، ونقارن بين الأشعاعات وبين الشكوى بتاعة المريض، لأن ممكن المريض يبقى بيشتكي من حاجة معينة والأشعاعات مبينة حاجات تانية مختلفة تماما. بالزبط. فاحنا دايما بنبدأ بالشكوى بتاعة المريض نحلها، وبعد كده بنشوف بقى لو في مشكلة في الأشعاعات أو كده نحاول نشوف هنحلها ازاي. طيب دلوقتي برضو أنا عايزة أقول على حاجة، لما السن بيكبر بتزيد بقى آلام المفاصل، الخشونة، الوزن التقيل، وفي دايما لما السن بيكبر بنخاف من العمليات الجراحية، فهو ده بقى الحل، ان اي حد متهيألي حتى لو سنه كبير امان جدا ان هو يلجا للتدخلات المحدوده من غير ريسك دخول اوضه عمليات. مظبوط. طبعا هو السن الكبير بيبقى دايما عندهم ضغط، بيبقى عندهم سكر، بيبقى عندهم مشاكل في القلب، بيبقوا بياخدوا ادويه سيوله، وكل ده بيبقى يعني فيها مشكله جدا ان هم ياخدوا بنج او يخشوا العمليات او يتعرضوا للستريس بتاع العمليه. بس برضو السن الصغير احنا دايما في الطب بنلجا للحاجه اللي هي البسيطه، الحاجه اللي ليس انفيزيف، الحاجه اللي هي ما هياش تدخلات بسيطه ما تتعبش المريض. فبنبدا بناخد حاجه بحاجه، عشان زي ما قلت لحضرتك كده، احنا بنبدا الاول بالادويه. ده لسه السن الصغير بسيطة. ده انا جاي لي اسئله مصدومه من السن الصغير ده، احنا كنا دايما بنقول الام المفاصل دي دايما معلقينها على السن الكبير، ده انا دلوقتي مصدومه بانها موجوده في السن الصغير. احنا بنشوف الحقيقه ناس سن صغير جدا وعندهم مشاكل كبيره جدا، يعني عندهم خشونه متقدمه جدا في المفاصل. طبعا طبيعه الاكل نتيجه ايه بقى، ما ده اللي انا لسه عايز اساله. طبيعه الاكل طبعا اتغيرت بتاعتنا خالص، بقينا بنلجا للجانك فود والحاجات اللي هي اللي مش صحيه خالص، مع ان احنا الحمد لله البلد عندنا كلها خضار وفاكهه، ويعني احنا بلدنا الاستسهال بجد، يعني احنا بلدنا ربنا مدينا نعمه كبيره جدا جدا ان احنا عندنا خضار وعندنا فاكهه وعندنا حاجات طبيعيه جدا ممكن تعوضنا عن حاجات يعني مصنعه وحاجات فيها مشاكل وفيها زيوت كتير وفيها مشاكل كتير جدا. الحاجه الثانيه الستاندرد اوف لايف، لايف ستايل. بالظبط. الناس دلوقتي بقت تستسهل، العربيات، الاسانسيرات، ما فيش رياضه، ما فيش حركه، فكل ده بيأثر على المفاصل وبيأثر، بيزود الوزن. ممكن حد وزنه قليل يبقى عنده مشاكل برضه. طبعا يعني طبعاً. هو ممكن يقول لي لا انا مش تخين اصلا فما فيش مشكله، لا هو برضه معرض. عوامل كتير جدا، من ضمنها العوامل الوراثيه، من ضمنها عوامل مثلا الاكل الغير صحي، من ضمنها مثلا الحركه القليله، كل ده بيأثر على المريض. طب ازاي افرق او العيان يفرق ما بين الانزلاق الغضروفي والخشونه؟ يقدر يفرق منين؟ طبعا هو الفحوصات بتفرق، لكن هو كعيان يقدر يفرق ازاي؟ الخشونه بتبقى هما الاثنين بيعملوا تقريبا الم قريب من بعض، واحنا ساعات المريض بيبقى عنده حاجتين، يعني ممكن يبقى عنده انزلاق غضروفي وممكن يبقى عنده خشونه في المفصل الخلفي للفقرات. بنفرق بينها بالاشعه، بنفرق بينها بالكشف على المريض، بنفرق بينها بطريقه وصف المريض للالم نفسه. يعني مثلا نرجع ونقول لازم نروح للدكتور. بالظبط. مش من نفسنا. بالظبط. يعني مثلا الانزلاق الغضروفي دايما بيعمل حاجه اسمها عرق النسا اللي حضرتك قلتي عليها. ايوه. تمام. بيبقى لها طبيعه معينه ووصف معين مختلف تماما عن خشونه المفصل الخلفي للفقرات. المفصل الخلفي للفقرات. طب تيجي نشرح للناس موضوع عرق النسا ده قبل ما دخلنا فيه بقى. طيب عرق النسا بيبقى عباره عن خمس اعصاب متحدين مع بعض، ثلاثه بيطلعوا من الفقرات القطنيه واثنين من الفقرات العجزيه، بيتحدوا وبينزلوا يغذوا الرجل كلها. بيبدا المريض بيحس بالم ممكن في ظهره وممكن ما يحسش بالم في ظهره، الالم بيبقى في رجله كلها. فيجي المريض بيقول لي انا الالم كله في رجلي، فاقول له لا ده من عرق النسا اللي طالع من الظهر، فبيقول لي لا انا ما عنديش مشكله في ظهري. لا بس هو العرق النسا بيطلع من الظهر، فهو بيأثر على الرجل لانه بياخد الرجل. بيبقى المريض واخد حاسس بكهرباء وتنميل وشكشكه في رجله، لما بيقوم يتحرك الوجع ده بيزيد، لما بيمشي اكتر بيلاقي الوجع ده وقفه ما بيقدرش يكمل الحركه، لازم وضهره مش بيبقى فيه يستريح. مشكله وممكن ظهره يبقى ما فيهوش مشكله او ممكن يبقى فيه الم بس الم بسيط في الظهر. الخشونه بقى بيبقى العكس، الخشونه بيبقى المريض اكتر وهو قاعد او نايم وقايم من على السرير، بيبقى لما بيتحرك بتقل شويه بشويه، لان لما بنحرك العضلات وبنقوي العضلات بتبدا الدنيا تخف شويه مع المريض، بيبقى عامله زي الحزام محزمه المريض، المريض دايما بيجي يقول لي انا حاسس بالحزام الم،
من ظهري ومحزمني لقدام، تمام؟ ده الخشونه بتاعت المفصل الخلفي للفقرات. لكن الخشونه بتاعت عرق النزع او الالم بتاع عرق النزع بيبقى تنميل وكهرباء في الرجل كلها، واخد الرجل كلها، ممكن يبقى واخد اجزاء من الرجل او واخد الرجل كلها حسب الاعصاب المضغوطه او اللي فيها مشكله. طب احنا دلوقتي بنقول ان العلاج التدخلات المحدوده عادي جدا، انه ينفع فقرات الرقبه، فقرات العمود الفقري، الركبه، كل المفاصل، مفيش كل عندنا المفاصل مشكله. المفاصل وكل العمود الفقري. ايه انواع التدخلات المحدوده عشان الناس تفهم بقى؟ طيب احنا عندنا في بنقسمها المفاصل والعمود الفقري والحاجة التانية، بس هو دايما ال 80% من شغلنا بيتنصب على المفاصل والعمود الفقري. في طبعا الاورام السرطانيه ربنا يكفينا الشر، في الصداع، في اللي هو الـ الاصابع الزنديه، في حاجات كتير عندنا بتندرج، بس هو الاساس عندنا اللي هو العمود الفقري ومفاصل الجسم. مفاصل الجسم بتبقى فيها خشونه، خشونه بتتدرج من الدرجه الاولى للدرجه الرابعه حسب الدرجه بتاعه الخشونه. لو الدرجه الاولى او الدرجه الثانيه احنا بنحقن بلازما غنيه بالصفائح الدمويه، دي بتبقى غنيه بالجروث فاكتور، بتبدا تنمي الغضاريف اللي متاكله دي من جسمه هو بيتاخد دم، بناخد عينه من جسم المريض نحطها في انبوبه معينه متخصصه لكده ونحطها في جهاز سنترفيوج تفصل، نسيبها لمده 10 دقائق بتفصلها لثلاث درجات، كرات الدم الحمراء وكرات الدم والبلازما الغنيه بالصفائح الدمويه والبلازما اللي هي ما فيهاش صفائح دم. بناخد الطبقه اللي في النص اللي هي البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه نحقنها للمريض، دي فيها جروث فاكتور، جروث فاكتور اللي هو معامل النمو، بنخش نحقنها جوه الركبه بيبقى فيه لسه غضاريف موجوده جوه الركبه بتبدا تنميها، بنحقنها تلات بنحفزها بقى مره ثانيه عشان نخفف الاحتكاك والخور عشان تطلع الغضاريف تاني، تمام؟ دي مثلا بنحقنها ثلاث مرات او اربع مرات بين المره والمره من شهر لشهر ونص، تمام؟ والمريض الحقيقه بيتحسن عليها جدا. دي برده ممكن نعملها في خشونه المفصل الخلفي للفقرات وبتجيب نتائج هائله جدا. احيانا بنحقنها في العضلات، في لما يكون في الم في العضلات شديد او كده بنحقنها في العضلات وبرضه بتنفع كل الاعمار، ما عنديش مشكله. مش على كل الاعمار، دي بتاعه المريض نفسه. يعني احنا كده اول نوع عندنا البلازما الغنيه بالصفائح. تاني نوع عندنا الاكسجين النشط اللي هو غاز الاوزون. غاز الاوزون ده عباره عن اكسجين بندخله في جهاز معين بيطلع ثلاث ذرات اكسجين متحده مع بعض. ده هو انتي اوكسيدنت اللي هو معاملات ضد الاكسده، تمام؟ فبيزود الدم اللي رايح للمفصل، بيقلل الالتهابات، بيحفز الانسجه اللي موجوده على النمو. فدي برده بنستخدمها احيانا لوحدها وبيجيب نتائج هائله جدا خصوصا في العمود الفقري والمفاصل الكبيره زي الركبه او الشولدر الكتف، تمام؟ او ممكن نستخدمه مع حاجه من الحاجات التانيه زي مثلا بلازما الغنيه بالصفائح الدمويه او الهيالورونيك. حضرتك اللي بتحدد هل هستخدم له بلازما بس ولا معاها اكسجين نشط. طيب يبقى ده تاني نوع الاكسجين النشط. ايه تاني بقى؟ ثالث نوع اللي هو هيالورونيك اسيد. ده اللي هو حمض الهيالورونيك اسيد العالي الكثافه، ده بنحقنه جوه المفصل لما نوصل للدرجه الثالثه او الدرجه الرابعه. ده زي الجل كده زي الجل. ده بيبقى موجود في كل المفاصل، يعني لو احنا فتحنا اي مفصل بتلاقي سائل بينزل منه، هو ده السائل ده. هو ده الجل الموجود، خلاص؟ مع الخشونه بيمتص السائل ده وبيروح، فاحنا بندخله من بره، بنجيب بره بنحقنه جوه الركبه او جوه الشولدر، ومع السن بيقل افرازه اصلا كمان. بالظبط. وبيحتاج المريض اكتر من حقنه الحقيقه، مش يعني بيجي المريض يقول لي لا انت حقنت مره ورجعت بعد ست شهور او بعد سنه محتاج تاني. انا ببقى معرف المريض انت محتاج مثلا ثلاث جلسات او اربع جلسات. وكتير قبل التدخلات المحدوده كمان كان موضوع حقن الركب بالهيالورونيك اسيد علشان يقلل شويه الخشونه والاحتكاك ما بين المفاصل. بالظبط كده. بعد كده بقى احدث حاجه عندنا دلوقتي البلوروثيرابي، اللي هو بنحقن مواد معينه تقوي العضلات. دايما المفصل اللي هو فيه خشونه متقدمه بيبقى العضلات اللي حوالين المفصل ده ضعيفه، ضعفت طبعا، لان الالم شديد فيها ولان هي دايما متقلصه عشان تقلل الحركه بتاعه المفصل، فطول ما هي متقلصه فتره طويله جدا بتضعف. بالظبط. فاحنا بنحقن فيها حاجه اسمها بلوروثيرابي، حاجه تقويها. دي حاجه زي الغذاء بتاع العضلات. ده برضو حاجه حديثه جدا. التردد الحراري بعد كده بقى التردد الحراري ده عشان ناس كتير جدا بتسالنا عن التردد الحراري. التردد الحراري ده في الاعصاب، بنيجي على العصب اللي فيه مشكله بنخش نعمل له تنبيه بطريقه معينه بموجات كهرومغناطيسيه بعاليه التردد. بيقعد على طول مدى الحياه؟ لا طبعا ما بيقعدش مدى، مفيش حاجه بتقعد مدى الحياه. اذا كان خلقه ربنا اللي هو ربنا خالق المريض بحاجه معينه او الانسان بحاجه معينه بتتعب. احنا بنتعايش على فكره. بالزبط. موضوع الانزلاق الغضروفي والام المفاصل احنا بنحاول نتعايش حتى لو حصل عمليه جراحيه، ما هو برده ما بيخفش كومبليتلي، برده بيحتاج بعد كده. بالزبط. يعني احنا كده قلنا فبنعمل التردد الحراري على الاعصاب اللي فيها مشكله بطريقه معينه بحيث ان المريض ما يحسش، العصب ده ما يحسش بالالم،
بيفضل الاحساس بكل الحاجات، باللمس، بالحراره، بالبروده، لكن الاحساس بالالم في المفصل ده بيبقاش موجود. حضرتك اللي بتحدد بقى نوع التدخل المحدود على حسب حاله المريض. على حسب حاله المريض، وعلى حسب سنه، وعلى حسب حالته الصحيه، وعلى حسب هو ايه الالم عنده فين. تاريخه طبعا المرض. وهو الالم عنده فين. ساعات بيجي المريض يقول لي انا عاوز اعمل تردد حراري، اكشف على الاعصاب بتاعته، الاعصاب بتاعته كويسه. هو المريض هو جاي محدد هو عايز ايه. دي موضه، دي غريبه جدا. المريض هو بيبقى جاي المريض بيسمع السوشيال ميديا. أيوة. بيسمع، فبيبقى هو متحفز لحاجه معينه. انا عايز ده. انا عاوز ده. فبيجي يقول لي انا عاوز ده. زي مثلا البلازما الغنيه بالصفائح الدمويه، ناس كتير جدا بتيجي تطلبها عندنا في العياده، بس انت درجه رابعه مش هتنفع معاك. مش هتجيب معاك نتيجه. ما هو دي الامانه بقى في كده. دي امانه الطبيب فعلا. ده مش هتنفع معاك. انت لا ينفع معاك كذا. وده الفرق بين التدخلات، يعني الحاله اللي ينفع معاها تردد حراري غير الحاله على حسب درجه الحاله فعلا. بالظبط. يعني مثلا وزي ما بقول كده للعيانين بتوع الانزلاق الغضروفي، اوقات كتير اللايف ستايل مع العلاجات المحدوده او التدخلات المحدوده بتتعايش مع الموضوع. يعني بنخلي التدخل الجراحي او العمليه الجراحيه دي اخر خطوه لو خلاص، يعني وخصوصا ان في بقى ما بعد العمليات الجراحيه، وده اللي انا عايزه حضرتك تتكلم فيه. بالزبط. مش دي الحل النهائي يعني. بالظبط. احنا بس عاوز اقول لحضرتك ان التدخلات دي قللت بنسبه كبيره جدا جدا من الالم بالنسبه لناس كتير. ناس كتير حياتها اختلفت تماما بعد. على فكره انا عن تجربه بقى الموضوع ده، لان انا عندي انزلاق غضروفي ومتعايشه بيه بقالي دلوقتي اكتر من 4-5 سنين، عشان فعلا لجأت للتدخلات المحدوده وغيرت اللايف ستايل بتاعي. وكل الحاجات اللي تعمل ستريس او ضغط على العمود الفقري بدات ان انا اقللها مع التدخلات المحدوده. فرقت معايا جدا جدا. يعني انا في وقت من الاوقات زي ما حضرتك بتقول ما كنتش بقدر اتحرك، بدات بقى تدخلات المحدوده وما لجاتش الحمد لله للدجري العالي ولا التردد الحراري، ففرقت معايا جدا. هي بالظبط هي بتجيب نتائج مع 70% من الحالات. أيوة. يعني احنا عندنا 70% من الحالات بيتحسنوا، ومع التردد الحراري لما دخلناه يمكن النسبه عليت كمان عن 70%، ممكن نوصل ل 80 و85% ما بيحتاجوش ان هم يلجؤوا للجراحه. طب احنا بنلجا للجراحه ايه؟ بنلجا للجراحه لو في سقوط في القدم، لو في عدم قدره على التحكم في البول او البراز، لو في ضمور جامد في العضلات. ده معنى كده ان العصب مضغوط عليه ضغط جامد جدا، ولازم تدخل جراحي فوري عشان نفك الضغط اللي عليه. هو ده الحاله الوحيده اللي لازم نلجا فيها للتدخل الجراحي، لكن غير كده لا، الدنيا سهله والعلاج التدخلي سهل جدا ومش مؤثر، والمريض بعديها بيوم او بيومين بيرجع شغله عادي جدا وبيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. صح. وما فيهاش اي مشاكل جدا. ما هي دي ثقافه بقى اللي انا دايما اقول ايه يا جماعه، ما تستنوش لما توصلوا للمرحله الاخيره. اول ما بتحس بالم بتروح للدكتور، بيطلب منك الفحوصات. لما بتلحق الحاله من الدرجه الاولى غير لما يجي لي درجه رابعه او خمسه، بيبقى فعلا خلاص هعمل معاه ايه. بالزبط. فدايما ايه، انا تعبان وبعدين الحاله تسوء وبعدين الحاله تبقى اسوء مع الاهمال. تلاقي واحد في الثلاثينات ويمكن اقل كمان الموضوع معاه لازم عمليه جراحيه، مبقاش فيه تحكم في البول، بقى فيه الم بشكل فظيع لا يحتمل. الاهمال بتاعنا ده برضو لازم نعمل اويرنس، لازم كده نعمل للناس توعيه. لا لازم يا جماعه، والموضوع بقى سهل جدا ان انت تلجا للعياده. الدكتور موجود اهو وبيقول لكم التدخلات المحدوده وصلت 85%، ما بقاش التدخلات الجراحيه العمليات الكبيره الجراحيه قلت بنسبه كبيره جدا، بنسبه 70 و80%. فما تستنوش على نفسكم لما تلاقوا ان ما فيش حل غير عمليه جراحيه، لان العمليه الجراحيه مش نهايه المطاف. في بعد العمليه الجراحيه تبقى حالات بتسوء برضو، مش هي دي نهايه المطاف. فاحنا عايزين نلحق الموضوع من اوله. تمام كده؟ لا مظبوط طبعا زي ما حضرتك بتقولي. وهو يمكن زي ما حضرتك قلتي المشكله ان الناس متخيله ان مفيش حل غير يا مسكن يا عمليه جراحيه. فبتفضل تسيب نفسها لحد لما حالتها تتدهور للاخر خالص، وبعد كده بتيجي بقى تسمع عن ان في تداخلات محدوده فبترجع تلجا لنا. فبيكون الوقت بيبقى صعب، ونبدا نقول لهم احنا هنحاول معاكم، هيقلل الالم بنسبه ممكن 30-40%، لكن مش هيتحسن قوي اللايف ستايل بتاعك، بس برضو بتبقى افضل من لا شيء. لكن هو لو لجأ من الأول هيبقى الدنيا أفضل. والحقيقة في ناس عندنا بيتحسنوا بنسبة 90% و95%. طبعا. والألم بتاعهم بيبقى أنا الدليل. ربنا يديك الصحة أنا والعافية. ربنا يكرمك. عايزة أقول لحضرتك على حاجة تانية أسفل المقطع، وهي كارثة دلوقتي دي. الموبايل سندروم. كل الناس والأطفال والكبار قاعدين عاملين كده طول النهار، على اللابتوب، على الموبايل، في العربية، على المكتب. آلام الرقبة بقت لا تحتمل، والمشكله دلوقتي بقت موجوده في 15 سنه 16 سنه 14 سنه. الاقي ابني طول ما هو قاعد يعمل رقبته كده، يعمل رقبته كده، ومش قادر يتحمل الالم. وفعلا بقى ليها اسم دلوقتي، يعني خلاص بقت هي مرتبطه فعلا بالموبايل او اللابتوب. ايه علاج؟ اصل مش ممكن ادخل ابني اللي عنده 15 سنه عمليه، ومش ممكن. الناس بتخاف دايما برضو من عمليات الرقبه،
فهل التدخلات المحدودة ليها دور واضح دلوقتي يقدر يسيطر لي على آلام الرقبة اللي مرتبطة باللايف ستايل الغلط؟ طبعا، بس احنا قبل ما نقول كده يعني ندي نصيحة للناس ان الموبايل او اللابتوب او كده لازم يتمسك بطريقة صحيحة. طول ما انا ماسك الموبايل وقاعد باصص فيه كده انا عامل هايبر اكستن، يعني حمل زيادة، حمل كمان زيادة جدا على عضلات الرقبة، عامل حمل زيادة على الفقرات بتاعت الرقبة، معرض نفسي لستريس كبير جدا، ممكن يحصل لي انزلاق غضروفي، بيحصل خشونه في مفصل الخلفي للفقرات، فانا بيحصل عندي ثلاث مشاكل، مشاكل في العضلات، مشاكل في الغضاريف، مشاكل في المفصل نفسه بتاع الفقرات. فدي بتبقى مشكله على المدى الطويل، بعد سنتين ثلاثه بيبدا بقى اخش في مشاكل وببدا اعاني وكده، وزي ما قلت لحضرتك مع السن الصغير. طيب العلاج بتاعها ايه؟ العلاج بتاعها يا اما نشوف الاول نعمل رنين على الرقبه ونشوف الدنيا فيها ايه. غالبا بيبقى يعني في معظم الحالات بيبقى تيبس في العضلات، بنبدا نحقن في العضلات حاجه تفك العضلات دي عشان التيبس ده يروح. احيانا بيبدا يكون في خشونه، فبنبدا نحقن على الفقرات دي حاجه تقلل الخشونه، زي ما قلنا يا اما بلازما غنيه بالصفائح الدمويه، يا اما اكسجين نشط، يا اما هيرونيك اسيد، يا اما ميكس. ممكن ميكس، ممكن ميكس، بس حسب الحاله، يعني حاله محتاجه ايه فبنديها. او بقى لو في غضروف لازم نخش نحقن حاجه جوه القناه العصبيه، نوسع القناه العصبيه عشان نقلل الضغط بتاع الغضروف على الاعصاب بتاعت الرقبه. ده دلوقتي في كارثه بتحصل ان هم علشان خاطر يتعايشوا هم فاهمين التعايش غلط. احنا بنقول التعايش علاج، التعايش نروح للدكتور ونبدا ناخد علاجات. لا، في ناس دلوقتي بقت تثبت تلبس رقبه، يعني هي من نفسه الاجتهاد، وده انا عايزه اعمل عليه تركيز بقى. ايه راي حضرتك في الاجتهاد في الطب؟ لا طبعا ما ينفعش الاجتهاد يعني في الطب خالص. الاجتهاد في الطب الفتي، مش عايزه اقولها فتي بس هي يعني حبيت اشيكها شويه. لا هو يعني بصي يعني كل واحد يعني خبير في مجاله. يعني الدكتور شاف حالات كتير جدا وقرا كتير ودرس كتير، فعارف علاج الحاله، ويعني يعني يعني بيقدر يعالج الحاله باقل التكاليف للمريض وباقل مضاعفات للمريض وكده. لكن انا لما اروح اسال الناس او اروح يعني اجتهد من نفسي ده بيضرني اكتر ما ينفعني. موضوع الرقبه ده لها استخدامات معينه، لو انا حطيت الرقبه وانا ما ينفعش استخدمها بتضعف عضلات الرقبه جدا، بيزود الحمل على مفصل الخلفي للفقرات عندي بتاعه الرقبه، بيزود احتماليه حدوث الديسك بطريقه كبيره جدا. ركزوا يعني يا جماعه، شفتوا مخاطر الرقبه اللي انتوا بتلبسوها وفاكرين ان دي بتعالج، لما الدكتور هو اللي يقول لك البسها، شوفوا المخاطر بتاعتها ممكن تدهور الحاله. بالظبط، انا ربنا مديني عضلات في الرقبه عشان تشيل الرقبه بتاعتي وعشان تقلل الحمل من العمود الفقري. فانا لما احط الرقبه دي بلغي تقريبا عضلات الرقبه خالص، فبتضعف مع الوقت، بتضعف ما بتبقاش قادره تحمل على فالحمل كله بيبقى على المفصل الخلفي بتاع العمود الفقري، فبيحصل لي خشونه بسرعه شديده جدا يعني. ده غير الغضروف طبعا بيحصل بسهوله جدا يعني. طب احنا دلوقتي نروح المركز مع حضرتك مع استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، نشوف حالات بالفعل تم علاجها في المركز وقد ايه اتحسنت. هنطلع تقرير وبعد كده راجعين. كان عندي التهاب في الركبه الشمال واداني حقنتين بلازما وبقت كويس، وجيت ثالث مره خدت حقنه في مضاد مضاد الالتهاب مضاد الاعصاب والحمد لله بقت كويس وتمام. كنت اشتكي من 2007 من خشونه في المفاصل، ولحد ما شفت الاعلان بتاع دكتور عمرو في التلفزيون وجيت الى المركز واخدت حقنتين في الارجل الاثنين في لازمة، والحمد لله نسبه الشفاء 90%. انا كنت بعاني من الام خشونه الدرجه الرابعه او الاخيره زي ما بيقولوا من 2009، ولفيت على دكاتره كتير قوي 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 فوق ما حد يتخيل، لدرجه والله العظيم كنت باخد احيانا علاج غلط ومسكنات، فكنت ببطلها من نفسي. وشفت دكتور عمرو، رحت متصله بالعياده وجيت خدت اول حقنه بقالي 15 يوم دلوقتي، والله اكبر ما شاء الله النتيجه في منتهى الجمال. وبدعو كل انسان عنده خشونه او اي حاجه في الركب مفيش داعي لحكايه تغيير المفصل، لان بصراحه دي شيء صعب جدا، ويتجه لدكتور عمرو عبد اللطيف باذن الله بالشفاء. انا كنت بحس بالم جامد في وركي بقالي 25 سنه، ولما رحت للدكتور عمرو عبد اللطيف اعطاني حقنه اول مره حسيت بتحسن، وتاني حقنه حسيت بتحسن خالص، واحمد ربنا واشكر فضله.
ورجعنا لكم مرة تانية بعد التقرير. شفنا حالات، وبعدين ما شاء الله الدكتور لافي في كل المحافظات، موجود في كل المحافظات. احنا دكتور شفنا اسكندرية وطنطا والشرقية وغير القاهرة كمان. طب حلو، يعني احنا طب حلو جدا. حضرتك عامل زي اجندة او جدول مرور بقى للمحافظات؟ بالظبط. طب كويس، يعني علشان فعلا الناس بتبقى وناس كبيرة زي ما احنا شفنا كده بيبقى صعب عليها اوقات كتير السفر، فانت كمان مسهل لهم الموضوع لحد عندهم. بالظبط، احنا بنروح محافظات كتير في الصعيد ومحافظات في بحري ويعني وفي اسكندرية وفي القاهرة، وفي القاهرة لنا اكتر من مكان، فيعني بنحاول نسهل على الناس عشان خاطر الدنيا تبقى سهلة والناس تبدأ تلجأ للعلاج، يعني عشان خاطر في فعلا نتائج بتبقى حلوة، والمريض فعلا اللايف ستايل بتاعه بيتغير تماما بعد لما احساسه بالألم بيزول، بدل لما هو كان قاعد في البيت مش قادر يتحرك، حاسس ان هو بقى عاجز، لا فرق جدا زي ما احنا شفنا الحالات، بيتحرك وبيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. لا بيبقى حاجه كبيره جدا، يعني زي ما شفنا كده مع دكتور عمرو ما شاء الله، زي ما بيقول كده 12 محافظه بيروحوا 12 محافظه. ارقام التليفون موجوده طبعا، وعنوان المركز بتاع دكتور عمرو موجود على الشاشه. طالعين فاصل، وبعد الفاصل مكملين. الام العمود الفقري ازاي نعالجها بالتدخلات المحدوده دون اللجوء للعمليات الجراحيه، موضوع مهم جدا. هنستناكم بعد الفاصل. رجعنا لكم مره تانية بعد الفاصل مع استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري اول علاج الام المفاصل والعمود الفقري بدون جراحه. اتكلمنا قبل الفاصل عن علاج الام العمود الفقري والمفاصل بدون جراحه، وايه هي التدخلات المحدوده، وايه هي انواعها، والحالات اللي نقدر نستخدمها فيها، وان هي عالجت اكتر من 80% من الحالات، ووفرت علينا ريسك وخطوره العمليات الجراحيه. اللي هنتكلم فيه بقى دلوقتي حاجه مهمه جدا بتشغل بال ناس كتير قوي، صغيرين وكبار، اختناق الأعصاب وتسليك الأعصاب. هل ممكن التدخلات المحدودة تنفع في علاج اختناق الأعصاب يا دكتور؟ طبعا. دي من ضمن الحاجات اللي بتتحسن عندنا جدا، الاختناق الأعصاب، وخصوصا العصب الأوسط لليد. احنا عندنا العصب الأوسط في اليد ده بيخش بين العظمتين بتوع الإيد، بيغذي ثلاث صوابع بتوع الإيد ونص الصباع اللي هو الرابع. تمام. احيانا لما المريض بيبقى يجي لستات كتير، خصوصا نشرح لهم كده دكتور عشان نفهمهم. احنا دايما العصب بيخش من هنا من المنطقه دي، لو ترفع ايدك شويه عشان من المنطقه دي. خلاص، وبيغذي الثلاث صوابع دولت ونص الصباع الرابع. تمام. بيبقى في تنميل وكهرباء في الثلاث صوابع دولت. المريض بيبدا ايده مش قادر يشيل بيها حاجه، بيبدا يحصل ضمور في العضلات بتاعه الايد. لما بيجي يمسك حاجه ممكن تقع منه، يجي يكتب ما يعرفش يكتب. تمام. كنا زمان بنلجا للعمليه الجراحيه عن طريق الفتح ونسلك العصب ده، احنا دلوقتي عن طريق جهاز السونار بنشوف العصب ده وبنخش حواليه نحقن المواد تقلل الالتهاب ونفك الالتصاق اللي موجود حواليه. العمليه دي بتاخد ربع ساعه ببنج موضعي، المريض بيكون صاحي مش حاسس باي حاجه، بيروح بعديها بيقعد يوم او يومين يعمل كمادات على ايده وخلاص بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. بترجع مره ثانيه؟ ممكن ترجع بعد 6 شهور او سنه، وممكن ما ترجعش. والعمليه ممكن على فكره بترجع، بس العمليه لو رجعت بترجع بالتصاقات وتليفات جامده، بيبقى لازم عمليه عشان تفكها. ما ينفعش حقن، لكن الحقن لو رجع تاني بنحتاج حقنه تانية او حقنه ثالثه بعد 6 شهور او بعد سنه بتفك الالتصاقات دي، مش محتاجين عمليه تانية. طب ده الاختناق اللي بيبقى في عصب اليد. في عصب اليد. بقى ايه في عندنا الاصبع الزنديه، بيبقى اختناق في الوتر نفسه. الوتر بتاع العضله ده اللي داخل في اي صابع. في اي صابع من صابع نلاقي الصباع نفسه علق، لما يجي المريض يقفل ايده او يفرد ايده علق. ده الايد او الرجل؟ الايد لا، بيبقى دايما في الايد. في الايد. فلما نيجي نفرد الايد بيطلع صوته، بيبقى صوت مزعج وبيبقى فيه الم شديد. دي برضو عن طريق السونار او الاجهزه الاشعه الحديثه بنبص على الوتر وبنحقن فيه. في عندنا برضو التنس البو، عندنا العصب بتاع مفصل الكوع بيعدي من هنا من المنطقه دي. تمام. بيحصل الم شديد جدا، خصوصا المريض لما بيجي يتني ايده او يفردها او يحرك ايده يمين او شمال. فدي برضو بيعمل الام شديده جدا في الدراع بتاع المريض، ممكن نعمل حقن، وده من الحاجات اللي بتستجيب برضو بنسبه عاليه جدا. يعني بتعاني منها كتير ستات البيوت وبتحس بيها في شغل البيت. طبعا بتلاقي نفسها مش قادره تحرك، واختناق الاعصاب فعلا. مظبوط. وعوده الحاله مره تانية بعد العمليه كانت بتخلي الناس تقول لك انا هعمل عمليه ليه، ما هو يرجع مره تانية. بالظبط بالظبط. ويفضل ياخد في مسكنات والمسكنات تعمل له مشاكل. بالزبط. ونخش في دايره مغلقه فيها مشكله كبيره جدا، بينما الحل ما بياخدش ربع ساعه بالظبط،
وبابنج موضعي، بنج موضعي ده اهم حاجه، مش مؤلم خالص، والمريض بيخلص وبيروح بيته وما فيش اي مشكله خالص، بيمارس حياته بشكل طبيعي جدا. طيب مع السن الكبير خشونه بقى الحوض، مفصل الحوض دي بتعمل الم في السن الكبير بشكل كبير قوي، وفعلا ما بيبقوش قادرين يتحركوا ولا يناموا ولا يقوموا. نقدر نعمل ايه يعني؟ الناس اللي سنها كبير، والدي والدتي، الناس دي التدخلات المحدوده تقدر تساعد في الموضوع بالضبط. ده احنا دلوقتي عن طريق السونار وعن طريق الاشعه التداخليه بنقدر نشوف المفصل كامل بتاع الحوض، بنقدر نخش بابره رفيعه جدا لحد المفصل جوه، وبنحقن حواليه حاجه ماده هيالورونيك اسيد او احيانا بلازما غنيه بالصفائح الدمويه، بتقلل الالتهاب، بتعمل تليين للمفصل اللي هو الفخذ، تقلل الاحتكاك ده كمان بنسبه كبيره جدا. احيانا بنشوف العصب بتاع الفخذ نفسه بنعمل عليه تردد حراري وبيجيب نتائج هائله جدا جدا، ودي من الحاجات اللي بتتحسن جدا يعني، وحاجه سهله جدا بتتعمل في العياده بتعقيم كامل، او بتتعمل في غرفه عمليات بتعقيم كامل لو هنعمل معاه تردد حراري. جبنا لكم كل الحالات اهي، ولسه في حالات تانية مكمله معانا، بس هنطلع تقرير دلوقتي من داخل مركز دكتور عمرو عبد اللطيف برضو نشوف حالات قد ايه اتحسنت بعد التدخلات المحدوده. انا لفيت بقى لي 7 سنين او 8 سنين مش عارف رجليا، مش عارف اتحرك بيهم شمال ولا يمين، بيوجعوني. فانا قلت اجرب نفسي الاول قبل ما اجيب امي، امي تعبانه ما بتتحركش، قلت اجرب نفسي الاول. فجربت نفسي لقيت ما شاء الله مشيت، اول حقن الحقن الاولاني ما شاء الله مشيت، الثاني مشيت اكتر، فربنا كرمني بصراحه. انا شجعت ان انا اجيب والدتي ست الحبايب على سبيل تحقن عند الدكاترة المحترمين، الناس اللي عندهم ضمير وزمة، أهم حاجة الضمير. أنا حقنت الله أكبر مشيت، أول مرة قلت لا يعني كانت 30%، تاني مرة بتحاولي 70% مشيت، فجرأت جبت أمي، أمي أغلى حاجة عندي. أنا ليا سنتين ما بقدرش أمشي، أمشي على الحيطة. لا إن شاء الله تبقي كويسة. حتى نفسي إن أنا دلوقتي والحمد لله الشكة بسيطة، الناس ما تاخدش الحقن ده إيه حاجة، ده حاجة محترمة بيكمل لك الحاجة اللي مش موجودة عندك، وحد ما زي أي إبرة، أمي هي زي أي إبرة بياخدها من آدم، هي زيها كده بالظبط. أنا كنت بشتكي مريض هنا من العض، لفيت الدكاترة كلها والكلام ده، ما فيش دكتور أنا مشفتوش، ما رحت للدكتور. بس لما سمعت أنا على الدكتور عمرو رحت خدت البلازما من عنده حضرتك، من اول جلسه حسيت في تحسن يعني، خدت بلازما تاني وقلت يعني لقيت تماما الحمد لله يعني، قلت يعني مشيت والكلام ده، قلت لو ما اقدرش يعني اروح الشغل ولا اتحرك ولا اعمل اي حاجه. حالات كتيره من مركز دكتور عمرو عبد اللطيف اهي بتدينا امل وطاقه، امل وطاقه ايجابيه، وانا دايما بحب الحاجات اللي تدينا طاقه ايجابيه. وزي ما ربنا خلق الداء خلق الدواء، فما تفتكروش ان الدنيا غامقه وان ما فيش علاج، لا، والطب كل يوم في جديد. علشان كده لما بنقول نلجا لمتخصص ونعرف ازاي نختار المتخصص الصح، واحنا طبعا من خلال هيلثي لايف ومعانا اساتذه متخصصين ومتميزين في مجالهم سهلنا لكم الطريق. ودكتور عمرو عبد اللطيف قال لكم ان هو موجود في 12 محافظه، وان شاء الله يبقى كل المحافظات كمان ويكون معانا في برنامج هيلثي لايف. هنتكلم بقى دلوقتي عن العمليات الجراحيه وما بعد العمليات الجراحيه ودور التدخلات المحدوده. ما بعد العمليات الجراحيه بقى يا دكتور الوضع ايه؟ طيب احنا هنقسمها لجزئين، العمليات الجراحيه اللي لها علاقه بالعظم زي مثلا العمود الفقري او المفاصل، والعمليات الجراحيه عموما. العمليات الجراحيه اللي لها علاقه بالمفاصل زي تغيير مفصل مثلا، بيجي المريض يغير مفصل وبعد فتره بيجي له الم في المفصل نفسه، مع ان هو المفصل نفسه ما بيبقاش مؤلم، لكن الاعصاب اللي حوالين المفصل نفسه بيبقى فيها الم، وبيبقى الم شديد جدا لما المريض يتحرك او يمارس حياته بتلاقي فيه الم شديد جدا. دي الحقيقه بنعمل لها تردد حراري وبتتحسن بنسبه كبيره جدا يعني، وناس كتير جدا منهم بيستجيبوا. الحاجه الثانيه العمود الفقري، في ناس بتعمل عمليات في العمود الفقري بعد 2 أو 3 أو 5 بيبدأ يحس بألام شديدة زي الألام القديمة اللي كانت موجودة عنده. دي بترجع لأن المريض ممكن الغضروف يرجع تاني للمريض في نفس المكان اللي هو عمل فيه العملية،
او يحصل له في مكان تاني غير المكان اللي هو عمل فيه العمليه او نتيجه التليفات اللي موجوده في مكان العمليه، لان مكان العمليه بيحصل في مكانها تليفات، التليفات دي بتبدا تضغط على الاعصاب فبتبدا تعمل الم. الحقيقه احنا برضو بنعالجها عن طريق حاجات بتقلل الالتهابات، حاجات بتفك الالتصاقات اللي موجوده، حاجات بتوسع القناه العصبيه، تمام. واحيانا كثيره جدا بنحقن معها اكسجين ناشط بيزود الدم اللي رايح للمنطقه دي يعني بيساعد على التئام الانسجه. طب حلو جدا. يعني اي الام ما بعد العمليه نقدر بالتدخلات المحدوده برضو بالانواع اللي احنا شرحناها كده في الاول ان احنا نعالجها، ما عندناش مشكله. ده بالنسبه للعمليات الجراحيه اللي لها علاقه بقى بالعظم. طيب في عمليات جراحيه ثانيه ما لهاش علاقه بالعظم، زي مثلا القيصريه. ايوه ده اللي انا كنت هتكلم. زي مثلا الفتق، زي مثلا مريض عمل اي عمليه، مريضه مثلا شلت الثدي، ساعات بتحس بالام شديده جدا مكان المنطقه دي. دي بيرجع لان المخ متبرمج على ان المنطقه دي كان فيها الم، فبعد فتره بدا يحس تاني ان المنطقه دي لسه فيها الم، مع ان احنا ممكن نكون شلنا العضو مثلا سواء مثلا ببتر او كده، لكن المريض المخ بتاعته لسه متبرمجه على ان في الم في المنطقه دي. فدي لها تداخلات معينه بنبدا نتداخل معاها ونعالجها بحيث ان احنا نقلل الالم للمريض، او العمليات زي القيصريه او الولاده الطبيعي او مثلا بتفضل وجعها بقى لسنين. ده نتيجه ايه بقى؟ نتيجه قطع في الاعصاب المغذيه للمنطقه دي. فاحنا بنخش على الاعصاب دي ونحقن لها مواد بتزود الدم اللي رايح لها، بتقلل الالتهابات اللي موجوده حوالين العصب ده، بتقلل الاحساس بالالم بشكل كبير جدا. طب سؤال بقى جالي دلوقتي، في ناس كده عندها اعتقاد ان الحركه ممكن تسبب خشونه، طلوع السلم ونزوله ممكن يعمل لي خشونه، هل ده حقيقه؟ لا طبعا، الحركه عمرها ما تعمل خشونه بالزبط. لكن الحركه الغلط هي اللي ممكن تعمل خشونه. او حط المفصل في موضع غلط، يعني في ناس كتير بتتني ركبتها تحتيها وتفضل قاعده على رجلها بطريقه وضع ساكن بالظبط، ده بيدمر مفصل الركبه خالص. تمرينات الرياضيه الجيم بطريقه غلط، الجيم بطريقه غلط كتير. او شيل احمال بطريقه كبيره جدا. لازم التدرج في الحاجه، يعني لازم انا لو بعمل احمال بعملها على العضلات مش بعملها على المفصل، فما بديش المفصل حاجه فوق طاقته تعمل مشكله في المفصل نفسه. سؤال اخر، الشوكه العظميه. تمام، دي بقى مشكله كبيره جدا وبيبقوا خايفين من العمليات الجراحيه. طيب، هو الشوكه العظميه دي عباره عن ايه؟ عباره عن تجمعات للكالسيوم على مفصل الكعب. تمام، اللي بتبقى موجوده عند ناس كتير جدا وما فيش اي مشكله منها خالص. ألمها رهيب. بس في بعض الناس بيحصل التهاب بين اللفافه الاقمصيه اللي هي بطن القدم وبين الشوكه دي. فالالتهاب ده كل ما المريض يتحرك كل ما بيحس بالالم ده، وخصوصا الصبح اول ما يصحى من النوم ويحط رجله على الارض بيبقى فيها الم شديد جدا. احنا بنشوفها عن طريق السونار، ونخش بابره رفيعه جدا نحقن المواد مضاده للالتهاب في المنطقه دي، بتحسن المريض بشكل طبيعي جدا وبشكل كبير جدا. احيانا بنحقن بلازما، احيانا بنعمل عليها تردد حراري. في حالات بتخف من من جلسه واحده؟ طبعا كتير كتير، ده هو الطبيعي ان هو الحالات تخف من جلسه واحده. ده انا لسه كنت اقول لحضرتك يعني. الاستثناء ان بعض الحالات بتبقى ريزيستنت شويه فما بتتحسنش من اول جلسه، على حسب درجتها بقى. بالظبط، لكن معظم الحالات يعني نقول مثلا 55% او 60% من الحالات بتحسن من اول حقنه وما بتحتاجش حقنه ثانيه. طيب، هما كله بيستغل وجود حضرتك فالاسئله شغاله. يعني هل ممكن الواحد يبقى عنده انزلاق في كذا مكان؟ يعني عندي في الرقبه وعندي في فقرات العمود الفقري، عندي انزلاق في كذا مكان. ممكن. طبعا انا عارفه ممكن، بس هما بقى ايوه ما انا بقول لحضرتك هو ممكن، وممكن يكون اكتر من انزلاق قريب من بعضه. تمام، وممكن يكون الانزلاقات دي مش عامله مشكله لكن في واحد فيهم ضغط في النص مثلا على الاعصاب معينه هو ده اللي عامل الالم. طبعا عن طريق ان احنا بنشوف الدرماتوم بتاع توزيع الاعصاب على المنطقه اللي موجوده فبنقدر نحدد ايه العصب اللي هو عامل المشكله عند المريض فنقدر نحقن فيه. طب ما تيجي كده نقول زي بروتوكول او سكيم كده، العيان من اول ما يحس بايه يبدا يتجه لايه، يعني نقول لهم بقى الخريطه كده اللي يمشوا عليها. تمام، العيان اللي بيشتكي من الم عند طلوع السلم ونزول السلم لازم يروح للدكتور. تمام، لان ده بدايه خشونه في مفصل الركبه، مش مسكن وخلاص. حتى لو الم بسيط، حتى لو سنه صغير. تمام، العيان اللي لما بيقوم يمشي يتحرك يحس بالم والالم ده بيزيد كل ما الحركه بتاعته بتزيد لازم يروح لدكتور، ولازم يعمل رنين على الظهر لان ده غالبا عنده انزلاق غضروفي. تمام، العيانين اللي بيمارسوا رياضات عنيفه او بيحملوا على نفسهم لازم يعملوا شيك اب كل 6 شهور او كل سنه مثلا على جسمهم عشان نشوف الدنيا. يعني مش معنى ان انا رياضي ان انا كده جسمي تمام. بالظبط بالظبط، مش معنى ان انا رياضي ان انا لو بمارس رياضه بشكل طبيعي مش اوفر قوي
لا عادي، ده بالعكس ده حاجة مستحبة. لكن لو بمارسها بشكل عنيف، مثلا في حد بيروح الجيم مثلا وعنده بطولات كل مثلا 6 شهور او كل سنة، لازم يروح يعمل احمال زيادة وكده، لا لازم يشيك على نفسه وهذا بالحضرتك. فهو دي الحاجات الأساسية اللي فيها، او لو في اي ألم في جسم الإنسان لازم طبعا يلجأ لدكتور علاج الألم. وبروتوكولات العلاج بتتغير كل يعني على طول، في جديد طبعا، احنا كل شهرين او كل 3 شهور في حاجات جديده بتثبت فعاليتها، وحاجات كنا زمان ما بنعملهاش بقينا نعملها دلوقتي، وحاجات كنا زمان بنعملها ودلوقتي بقينا نقلل منها. يعني المجال ده بيتطور بشكل كبير جدا جدا جدا. طيب عايزه اتكلم مع حضرتك كده قبل برضو ما نختم، علشان ده برضو سؤال كتير جدا، ضيق القناه الشوكيه تمام عباره عن ايه؟ أعراضه إيه؟ أقدر أعالجه إزاي بالتدخلات المحدودة؟ هو الانزلاق الغضروفي بيطلع الغضروف بيخش جوه القناة العصبية فبيقلل القناة العصبية، ده حاجة. الحاجة التانية في بعض الأربطة أو بعض التندون الموجودة أو الليجامنت الموجودة في العمود الفقري أحياناً مع الحركة الكتير وكده بتبدأ تتخن أو تزيد عن حجمها الطبيعي، فبتبدأ تضيق القناة العصبية. إحنا بنشوفها عن طريق الرنين، بيبقى باينة جداً في الرنين بالمقاطع بتاعت الرنين المغناطيسي. بنقدر نخش عن طريق تداخل بالأشعة، بنخش بإبرة رفيعة جدا قرب المكان ده ونبدأ نحقن المواد تقلل الالتهاب ده، توسع القناة العصبية، تزود الدم اللي رايح للمنطقة دي، فبتقلل الوجع بتاع المريض وبيفضل فترة طويلة. الحقيقة أحيانا لما يكون الاختناق ده شديد بيحتاج المريض من جلستين لثلاث جلسات، احيانا لو الحاجه بسيطه جدا من جلسه واحده المريض بيتحسن جدا ومحتاجش حاجه تانية. انت امل جامد جدا، يعني من جلسه واحده اقدر ان انا احس ان بقيت افضل، حالتي تتحسن، يعني القصه مش جلسات كتيره متتاليه. طبعا كله بيفرق على حسب الحاله، بس ممكن لو انا حالتي بسيطه من جلسه واحده الدنيا تبقى تمام معايا، مفيش مشكله. مظبوط، في ناس كتير جدا احنا كنا بنشوف ان حالتهم صعبه جدا وجلسه واحده بتحسنهم جدا بطريقه يعني دراماتيك ريسبونس زي ما بيقولوا. بيبقى المريض مش هو نفسه مش مصدق، والدكتور نفسه بيبقى مش مصدق، لان طبعا الشفاء من عند ربنا أكيد. بس احنا مجرد اسباب، بناخد بالاسباب، احنا بناخد بالاسباب طبعا. فاحنا لما بنلجأ لحاجه زي كده لا بنلاقي المريض فعلا اتحسن. يعني ممكن في التقارير اللي احنا شفناها شفنا حد ما شاء الله يعني وزنه زياده قوي وكان عنده مشكله في مفصل الركبه، والحمد لله اتعالج يعني، وراح لكذا دكتور قبل كده قالوا له لا لازم تخس الاول وبعد كده تجي لنا. الحمد لله احنا عالجناه والحمد لله هو لحد دلوقتي يعني كويس جدا الحمد لله، ويعني يمكن كل فتره بيجي يسلم علينا ويمشي ما بيحسش. ده حلو جدا والله. احنا دلوقتي ردينا على اسئله كتيره جدا تخص الام العمود الفقري والركب والرقبه وازاي نعالجها بالتدخلات المحدوده. طالعين فاصل وبعد الفاصل مكملين، ما تروحوش في اي حته، هنكمل مع دكتور عمرو عبد اللطيف ازاي نعالج الام العمود الفقري بالتدخلات المحدوده. رجعنا لكم مرة تانية بعد الفاصل، وإزاي نعالج آلام المفاصل بدون تدخلات جراحية وبالتدخلات المحدودة. وشفنا قبل الفاصل حالات كتير اتعالجت مع أستاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، وشفنا قبل الفاصل قد إيه التدخلات المحدودة ريحتنا من خطورة العمليات الجراحية، وحالات كتيرة جدا بقت أحسن بالتدخلات المحدودة اللي عرفنا أنواعها مع دكتور عمرو عبد اللطيف. تعالوا بقى نتكلم عن حاجة كلنا نعرفها وبتيجي الناس كتير دلوقتي وازاي نعالجها بالتدخلات المحدوده، وهي الحزام الناري. ايه علاج الحزام الناري يا دكتور؟ طيب مش عايزين نقول اسبابه بقى بس نقول علاجه. خلينا بس ندي بس الناس يعني ايه حزام ناري. تمام. حزام ناري ده عباره عن التهاب فيروسي بيحصل للمريض، بيحصل لنا، حصل لنا كلنا يعني. ممكن كلنا واحنا صغيرين جالنا الشيكن بوكس. الشيكن بوكس ده اللي هو الجدير المائي. الجدير المائي بالظبط. بعد لما المريض يخف منه بيفضل الفيروس موجود في الاعصاب، بيفضل كامن في الاعصاب ما بيعملش اي حاجه. لما المناعه بتاعت جسم الانسان تبدا تقل بيبدا الفيروس ده بينشط في العصب اللي هو فضل كامن فيه. فممكن ياخد الوش، ممكن ياخد الرقبه، ممكن ياخد الصدر، ويفضل يكمل مع حد يعني. ممكن بلقاه دلوقتي بيجي الناس في الخمسينات والستينات. ايوه ده بيفضل عايش طول ما المناعه قويه، طول ما المريض ما فيهوش حاجه او مش حاسس بحاجه يبدا ينشط لما المناعه بتاعت المريض تضعف. سواء بقى المريض بقى جاله مرض او اخذ ادويه معينه بتقلل المناعه بيبدا يعني بيعمل ألم شديد جدا جدا وبيبقى محزم المريض في المنطقة اللي هو موجود فيها، والألم بتاعه يعني زي اسمه كده بيبقى ناري، بيبقى ألم شديد لساعات جدا، لساعات نارية فعلا. المريض بيبقى مش مستحمله وبيبقى واخد ديرماتوم بتاع التوزيع بتاع العصب نفسه. الحقيقة احنا لقينا ان احنا لما بنبدأ المرضى دولت
حقن اول ما يحسوا بالالم بتقلل نوبات ان هو يرجع مره تانية. يعني بس ده مش بيعفي من العلاج الدوائي للحاله بالظبط. يعني هو بياخد علاج الحزام الناري عشان الناس تفهم. بناخد العلاج الدوائي وبنعمل الحقن. الحقن ده بيقلل الالم بنسبه كبيره جدا للمريض وبيقلل من ان ترجع نوبات تانية للمريض في اسمه ده في المستقبل القريب. يعني احنا المريض اللي ما بيعملش الحقن ده ممكن ترجع له النوبات دي بعد سنه او بعد سنتين او بعد ثلاثه تفضل تتكرر معاه كل شويه. يعني هو بيعالج الالم وبيقلل حدوثه مره تانية او تكراره مره تانية بالظبط. عشان كده ممكن نحقنه للمريض كذا مره على بين المره والمره شهر. انا بلاقي ناس يعني حرام فعلا كبار في السن وبيتعذبوا هو فعلا زي ما حضرتك قلت من اسمه لساعاته بتبقى صعبه جدا بشكل رهيب. بالظبط بالظبط. هو كمان لما الاقي فرصه ان انا ممكن يعني ما يرجعش مره تانية فدي تبقى فرصه كويسه جدا ان انا احقن حقنتين او ثلاث حقنات ورا بعض. واخد بال حضرتك بيقلل الالم بنسبه كبيره جدا عند المريض وبيقلل تكراره. تمام. حالاتنا كتيره اللي بتدينا طاقات ايجابيه فطالعين دلوقتي تقرير برضو نشوف حالات نجاح من مركز استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف وبعد التقرير راجعين لكم مره ثانيه. بعد ما طلعت على المعاش بقالي حوالي سنة فبقيت أحس بكتفي في ألم جامد جدا ما أقدرش أرفع دراعي. فالنهاردة الحمد لله من أول حقنة الحمد لله أكتر من 60-70% كمان. وأنا كمان بعت للدكتور عمرو شكر من أول يوم والحمد لله. وأنا وزوجتي كمان في نفس العملية أخذت حقنتين في رجلها ما كانتش بتقدر تقوم من على الكرسي أو تمشي مرة واحدة. فالنهاردة الحمد لله بتقوم على الكرسي بعد معاناة من أول جلسة. والنهاردة احنا إن شاء الله بناخد الجلسة التانية أو الحقن التاني. وأنا ما كنتش بقدر أرفع دراعي خالص والله الحمد دلوقتي أكتر من 70% من مرة واحدة. والحمد لله أنا بشكر كل اللي في مركز النيل. أنا كنت تعبانة وفي معاناة جامدة بعد عمليات وخشونة جامدة في ركبي وبقت أحلق كل سنة. وما كنتش اقدر امشي وكنت تعبانه. كنت امشي اجي اقوم اتلاقي نفسي تعبانه خالص ما اقدرش اقفل الرجل خالص. كنت الاول اقوم واسند وابقى في معاناه. الحمد لله جيت المركز يعني ما شاء الله اول حقنه اخذتها قمت ومشيت على رجلي وبقيت والله تمام وما شاء الله ما شاء الله ربنا يبارك له في صحته يا رب. انا كنت اقوم ما اقدرش ان انا اقف على رجلي بس الحمد لله الوقت ان انا بقوم بقف وبمشي على طول. كنت اشتكي من الام في المفاصل وحقنت اثنين بالازمه والحمد لله يعني الموضوع تم بسلام بنسبه 90%. رجعنا لكم مره تانية بعد التقرير وحالات النجاح مكمله مره تانية. وعايز اعلق بقى مع دكتور عمرو عبد اللطيف على الحاله الاولى الام الكتف حلها ايه بقى؟ طيب هو الكتف عندنا هو ده يعتبر تاني مفصل في جسم الانسان من الحجم يعني بيتحرك في كل الاتجاهات وده المفصل الوحيد اللي بيتحرك في جميع الاتجاهات في جسم الانسان. المه بيبقى لها اسباب كتير جدا. ممكن انزلاق الغضروف يعمل الم في الكتف. ممكن حاجات بعيده عن الكتف خالص زي مثلا مشكله في القلب تعمل تسمع في الكتف الشمال يبقى في الم في الكتف الشمال. ممكن مشكله في المعده تسمع في الكتف اليمين. ممكن تيبس في الكتف خصوصا بيجي لكبار السن. ممكن خشونه في مفصل الكتف. ممكن العضلات العضله اللي هي الكف المدوره اللي هي ماسكه في عندنا اربع عضلات ماسكين الكتف دولت اي رياضات زي السباحه والتنس والحاجات اللي بتعتمد على الكتف بتعاني بيعانوا فعلا السباحه بالذات لان في العضله اللي هي فوق الكتف دي مع الحركه الزياده بتحمل عليها فبتحصل فيها مشكله كبيره جدا. كل ده بنشوفه عن طريق الرنين بيبقى باين المريض عنده ايه بيبقى باين شكوى المريض نفسها. بنبدا نكشف على المريض بطريقه معينه بنعرف المشكله فيها ايه. احيانا اختناق العضلات نفسها بتبدا التهاب بسيط في طرف العضلات او في التندون بتاعها اللي ماسك في العضل ده بيبقى التهاب بسيط جدا بس مخلي العيان مش قادر يحرك ايده خالص. تمام. كل ده عن طريق السونار بنبدا نخش نشوفه ونبدا نحقن مواد مضاده للالتهاب اكسجين نشط بلازما غنيه بالصفائح الدمويه هيالورونيك اسيد بنعمل تردد حراري
كل ده بيجيب نتيجة مع المريض، والحقيقة يعني بيتحسنوا بنسبة كبيرة. يمكن المريض اللي كان عندنا في أول بالظبط، ما عشان كده ده جه حقن مرة واحدة في ده، هو ما شاء الله بيقول لك كتفي بقى بيتحرك ودراعي بقى بيتحرك، ما شاء الله من سنتين يعني، ولحد دلوقتي لسه بيتواصل معانا. يعني الحمد لله لحد دلوقتي أموره كويسة جدا. أنا بسأل عن الرياضيين ليه؟ علشان أنا فعلا بشوف حالات كتير جدا، السباحين تحديدا عشان إحنا في اتحاد الغوص بشوفهم فعلا بيعانوا من آلام الكتف، لا عارف يدخل عملية جراحية ومش عارف يمارس الرياضة بكفاءة عالية، فالتدخلات المحدوده هتريحه كتير. بالظبط بالظبط، هتفرق معانا جدا. حل مثالي بالنسبه له، حاجه بسيطه جدا، حاجه ما هياش مؤثره عليه جدا، بتضيع الوجع بنسبه كبيره جدا. ما عنديش اي مشكله ولا اي اثار جانبيه مع اصحاب الامراض المزمنه، يعني عندي ضغط، عندي سكر، عندي قلب، مفيش اي تدخلات، مفيش اي مشكله. اي مشكله، المشكله الوحيده بس العينين اللي عندهم ادويه سيوله، اللي بياخدوا على ادويه سيوله بنوقف دواء السيوله وندي البديل بتاعه ونوقفه قبلها ب 24 قبل ساعه، قبلها ب 24 ساعه، وبعد الحقن على طول بيبدا يكمل عليه عادي، مفيش مشكله خالص. بالاتفاق طبعا مع دكتور اللي هو المعالج، اللي كاتب له اللي كاتب له دواء السيوله، لازم يبقى عارف ان احنا هنوقف دواء السيوله ده وهنحط بديل تاني عشان يبقى موافق على الكلام. عشان كده حضرتك قلت التاريخ المرضي مهم، ان العيان بيجي بيتعمل له ملف وبيتعرف التاريخ المرضي بتاعه كله، علشان طبقا للتاريخ المرضي بتاعه وحالته الصحيه حضرتك بتحدد بروتوكول العلاج. بالظبط تمام. احنا كده النهارده دكتور عمرو عبد اللطيف، شوفوا بقى انا اعمل لكم كونكلوجن كده، طبعا ارقام التليفون موجوده على الشاشه عشان تتواصلوا مع دكتور عمرو اللي منورنا النهارده، موجودين في 12 محافظه زي ما حضرتك قلت، وان شاء الله مكملين اكتر. اخذنا اغلب مشاكل العمود الفقري بدايه من الرقبه والكتف وفقرات العمود الفقري كلها والحوض والركبه، عايزين برضو ناخد كده هنت عن الركبه، المشاكل بتاعه الركبه. احنا قبل كده زمان كانت حقن الهايلورينيك، لكن دلوقتي ممكن برضو نحقن بلازما واوزون وكل حاجه. بالظبط، احنا عندنا الخشونه بتاعه الركبه، طبعا الركبه دي اكبر مفصل في جسم الانسان، واحنا تقريبا يعني 30% او 35% من الحالات اللي بنشوفها خشونه في الركبه. تمام، دايما بتبقى لكبار السن، بس الصغيرين دلوقتي بدا عندهم المشكله دي، ويبقى فيها عامل وراثي، يعني لو الاب عنده ممكن الابن والاخوات يبقى عندهم. ما كانش حد ابدا بياخد باله من الوراثه في الخشونه والحاجات دي. فيها عامل وراثه، الخشونه فيها عامل وراثه كبير جدا. المريض بيبقى عنده ألم أثناء طلوع السلم ونزوله، بتبقى بتزيد جدا عند نزول السلم بالذات. احنا عالجنا كل المفاصل كده النهارده زي ما بقول لحضرتك بالتدخلات المحدوده. استاذ دكتور عمرو عبد اللطيف، استشاري اول علاج المفاصل والام العمود الفقري بدون جراحه، كان منورنا النهارده في هيلثي لايف. اللي ما شافش الحلقه طبعا يشوفها في الاعاده، وارقام دكتور عمرو موجوده معانا على الشاشه، وزي ما قلت موجود في 12 محافظه. مش بس بنلجا للعمليات الجراحيه، لا، لازم نمشي التراك من اوله مع هيلثي لايف، موجودين معاكم كل ايام الاسبوع، بنعرفكم طريق العلاج من اول خطوه لاخر خطوه. هنستناكم حلقات جايه كتير، وهيلثي لايف مع قناه تن، استنوني بكره وحلقه جديده باذن الله.